شوف بقى يا شوقي، هاله مش ممكن تتجوز بهجت. ايه ده؟ انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بقول لك هاله مش ممكن تتجوز بهجت في الصحراء زي ما قال المره اللي فاتت. في الصحراء؟ معقول لك بقى؟ هي هتتجوز في الصحراء؟ ده انت مش فاهمه حاجه ابدا. الشركه يا هانم اديته شقه جنب الموقع فيها كل الامكانيات. وبعدين شقه ايه؟ ما انتش واخده بالك. انت عندك الشقه بتاعتك قد ايه؟ كم متر في كم متر؟ يعني الاوضه فيها مترين في ثلاثه. الشقه بتاعت بهجت 35 في 46 متر. امال ايه؟ امال ايه؟ وبعدين ايه؟ هوا 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 جاف. وبعدين اطلع الفراندا بقى، اطلع الفراندا اليمين تشمي هوا جاف يريح صدرك، وتبص تلاقي صحراء. الفراندا الشمال هوا جاف، وتبص تلاقي صحراء. الفراندا اللي في الوش تبصي تلاقي ايه؟ ايه؟ صحراء. البراندة اللي وراكي تبص تلاقي صحرا. كله صحرا في صحرا في صحرا في صحرا في صحرا. بعد سنتين اتنين هتلاقي نني عينها بقى كده كده اهو كده اهو. اما ليه؟ وده من ايه؟ من الصحرا. هو 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 ولا الحمامات اللي عندهم. حمامك قد ايه؟ متر ونص في مترين. اضحكتيني. الحمام هناك يا هانم 35 كيلو في 42 ميل. فهمتي؟ افهم ايه؟ افهم ايه؟ ايه عزبة بيستحموا في عزبة؟ لا، ما كله حمام. صحرة. كله صحرا. صحرا. انا بنتي ما تتجوزش في الصحرا يا استاذ. اذا كان ولا بد يدور له على شغلانة تانية، ولا يدور له على شقة في القاهرة. ما انت عارفة طبيعة شغله، لازم يكون متواجد جنب موقع الشركة في البحر الاحمر. أنا بنتي بقى لا يمكن تتغرب عني. تتغرب في البحر الأحمر؟ حرام عليكي. أمال الشباب اللي بيسافر آخر الدنيا ده يعمل إيه؟ يعملوا إيه؟ ده في شباب ما سمعتيش عن رائدات فضاء ستات طلعوا في المكوك اللي بيلف حوالين الأرض؟ ولا اللي بيشتغلوا في مراكز الأبحاث في القطب الشمالي ومنهم ستات؟ ستات! وبعدين هالة خريجة زراعة يا ست هانم، وهي فرصة. الصحراء قدامها واسعة، تزرع لها الحتة اللي تريحها وهي جنب المعسكر وتعمرها. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ امال انا كنت بشغلها هنا ليه؟ ده شغل مؤقت لحد ما تتجوز. الكلام ده ما ينفعش يا شوقي. بنتي مش ممكن تتجوزه في الصحراء. ان كان ولا بد يدوروا على شغلانة هنا، وانت شوف له اي واسطة. انتي عارفة اني انا ضد المبدأ ده غير ان بهجت لو اشتغل في الادارة هنا مرتبه مش هيكفيه يفتح بيت. وما تنسيش يا هانم انه بيصرف كمان على امي. كمان انا حلاقيها منه ولا من امه؟ نريمان نريمان، ما تنسيش ان امه دي تبقى اختي الكبيرة، يعني في مقام والدتي. هي اللي ربتني، هي اللي كبرتني، ولا يمكن اسمح لحد انه ينساها بكلمه. جمايلها هفضل شايلها طول عمري فوق دماغي. ايوه، عشان ترد جمايلها بقى تجوز بنتك لابنها غصب عنها.